يعني تاني كبوه وهتعدي وحصلت قبل كده وهتحصل ممكن لا قدر الله بس ممكن تحصل تاني. بس القصه كلها ان انت لما بتحصل بتحصل قد ايه، وفي نفس الوقت لما بتعود مره تانيه بتعود اقوى من الاول ولا لا، وبتعود في مده قد ايه تقف على رجليك. هي دي النقطه، القوي ما بيتكسرش، القوي بيتعثر ولكن بيقف على رجليه مره تانيه، وده طبيعي جدا حتى على المستويات الشخصيه. صحيح. وده اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي. صحيح. على كل حال زي ما احنا اتكلمنا كده عندنا اكيد تحديات كتيره جدا جدا، لكن ان شاء الله نكون قدها، لان تاني الاهلي دايما مش بيتقال عليه بس صاحب البطولات، لا هو كمان صاحب الارقام القياسيه لو احنا اتكلمنا بلغه الارقام في كل حاجه في كل حاجه. وعندنا ثقه كبيره جدا باذن الله كمان في افريقيا الفتره اللي جايه، لان يعني بطولة أفريقيا برضو أعتقد أن هي من البطولات حتى لو كانت الدوري الأحب إلى جماهير الأهلي برضو أفريقيا، وإحنا بالعدد وبالأرقام يا كريم برضو إحنا صحيح. في حتة تانية معنا. صحيح. فتبقى أنت في حتة تانية على المستويين على فكرة إفريقيا ومحليا. حتى لو هنتكلم على مسابقة الدوري العام الفرق كبير. أنت بتتكلمي عن أن أنت فزتي بالبطولة دي 42 مرة، وعلى حسب ما أنا فاكر الله أعلم مدى الدقة يعني اللي ممكن أكون عليها، أقرب المنافسين ليكي 14. لا هو دي حقيقه يعني فرق كبير، فاهمه ازاي؟ بغض النظر بس يعني بص اقول لك على حاجه، الـ 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 المنافسه حلوه طبعاً، وان انت طبعاً. يبقى في يعني عشان كده انا بقول لك الموسم الجاي على فكره احنا نتمنى يكون موسم قوي، لان مش ممكن انت هتقعد تلعب نفسك، يعني مش معقول انا اقعد العب نفسي بس على الارض وابقى انا بس اللي بفوز بالبطولات. فين المنافسه؟ المنافسه على فكره في اوقات كتيره بتبقى حلوه، بيبقى ليها طعم في الاول وفي الاخر، الكره المصريه هي اللي هتستفيد من ده. فنتمنى بالعكس يبقى في منافسه قويه جدا الموسم اللي جاي، وزي ما احنا قلنا وفي صفقات كتيره جدا لفرق مختلفه بتتم او تمت يعني الفتره اللي فاتت. فانا متوقع هيبقى في ربما موسم مش هقول استثنائي بطريقه سلبيه زي اللي فات، لان احنا كان استثنائي سلبي علينا اللي فات ده، لكن اللي جاي ممكن يكون استثنائي بشكل ايجابي، هتلاقي فيه يعني اللي روح حلوه. بتتكلمي عليه عارفه بحذافيره حاصل في الدوريات الاوروبيه المختلفه وخصوصا الدوري الاسباني والدوري الانجليزي، لغايه اللحظه اللي احنا فيها حضرات صعب جدا التكهن بان مين اللي هيحصل على اللقب في نهايه المشوار. دي حاجه اكيد تهمنا، واستكمالا للكلام اللي نهاوند بتقول لحضراتكم عليه، فكره ان الدوري يكون قوي والمنافسه تكون قويه، ده بيستنفر جوانا امكانياتنا المعهوده في فريق النادي الاهلي. وبطبيعه الحال كل ما يكون في فرق قويه في الدوري كل ما متعه المشاهده هتتحقق اكتر، ودي في مصلحه محبي كره القدم على اختلاف انتماءاتهم.